السلام ورحمة الله أخي العزيز، تحية لك وتحية المشاهدين من عبرك. أهلا بك دكتور عمر. يعني مؤتمر الصحفي اليوم يقول الحرية والتغيير يتحدث بشكل واضح عن أن الاتفاق الإطاري سيمضي إلى منتهى، أن هناك توافقات تمت مع ثلاثة كتل وهي أو مع جبريل ومناوي وجعفر المرغني بأحزابهم فقط، لا توسيع للاتفاق يعني لقوى أخرى غير هذه القوى الثلاثة، لأن أطراف العملية السياسية محددة. أنتم في الكتلة الديمقراطية كيف تنظرون إلى هذه التصريحات؟ هل فعلا لن توقع الكتلة الديمقراطية على الإعلان السياسي ككتلة وإنما فقط قواها الثلاثة؟ أولا أخي الكريم شكرا لك كثير، وعايز أقول لك حاجة مهمة جدا. الشعب السوداني لا يمكن أن تحكم بلا أيا كانت، سواء كانت كتلة ديمقراطية أو سواء كان مجلس المركزي أو غيرها، لا تستطيع أن تحكم المجتمع السوداني بصورة فيها اختراع أو فيها عزل سواء مننا أو من غيرنا، ولذلك لابد أن يكون هنالك اتفاق وحد الأدنى من الوفاق الوطني بين القوى السياسية لمصلحة البلد ومصلحة الفترة الانتقالية لاستقرارها. ولذلك أن الحديث عن من أركو مناي والحديث عن دكتور جبريل هذا حديث يعني لا يغير من الحقيقة في شيء. وأنا كنت بزعل، يعني دائما أخواننا ديل في المجلس المركزي يتحدثون عن قيادات وغامات كبيرة، وأن هذه الغامات لها تاريخها النضالي ومعروفة بين القوى السياسية ومعروفة مواقفها الثابتة في كل المراحل المختلفة. ولذلك كان السؤال الذي يطرح طبيعي أنه ما هو المعيار الذي تختار به من أركو مناي ودكتور جبريل من الكتلة الديمقراطية من مجموعة كبيرة، ما هو المعيار؟ إذا كان المعيار بأن والله دي حركات مسلحة أو هناك عدد كبير جدا ضخم من الحركات المسلحه موجوده داخل الكتله الديمقراطيه، واذا كان المعيار بان هم اطراف سلام موقعين على اتفاق جوله لسلام السودان، اتفاقيه جوله لسلام السودان موقعين عليه 14 طرف. الحين الكتله الديمقراطيه في 11 طرف موجودين داخل الكتله الديمقراطيه. ولذلك ما هو المعيار الذي تتحدث عنه؟ احنا في الكتله الديمقراطيه لنا مفاوضين هم مسؤولين على الملف السياسي وهم عندهم تصويت كامل شامل، وهم بيمشوا بيتفاوضوا وفقا للمرجعيات والاعلان السياسي والمواثيق اللي تواتوا عليها الاخوان في الكتله الديمقراطيه. ولذلك يجلس من يجلس، يجلس جبريل، يجلس من أركو مناوي، يجلس دكتور عمر، هذا ليست مهم، هم يسمونه ما يسمونه، ولكن في النهايه والاول والاخير انه هؤلاء يمثلون الكتله الديمقراطيه، والكتله الديمقراطيه يجب ان نميز ان هي لا توقع ب ككتلة ديمقراطية ومثلها شخص واحد أو شخصين، هتوقع بفصائل وبقوة سياسية موجودة في داخل الكتلة الديمقراطية. ليس هنالك كتلة، حتى المجلس المركزي لا يوقع باسم المجلس المركزي، وإنما وقع تم توقيعه في الاتفاق الإطاري بأحزاب ومنظمات مجتمع مدني. وهذا ما يحدث أيضا للكتلة الديمقراطية بأنها توقع بأحزاب وبفصائل المختلفة داخل الإعلان السياسي لكن دكتور عمر، يعني المؤتمر الصحفي اليوم بيتحدث بشكل واضح أنه القوى التي يمكن أن توقع على الإعلان السياسي لا تتجاوز الحركات، يعني حركة دكتور جبريل، حركة مناوي، والحزب الذي يمثله جعفر المرغني، حتى ما بيتكلموا عن كتلة ديمقراطية، بيتكلموا لك فقط هذه القوى. أنا لا أتحدث عن المؤتمر الصحفي، ولكن أتحدث لك من واقع بأن أنا سكرتير عام للكتلة الديمقراطية وأعلم ما يدور داخل ضوابير العمل العام والعمل السياسي داخل الكتله الديمقراطيه مع اخواننا في المجلس المركزي. هنالك اعلان سياسي تم التوافق عليه بين الكتله الديمقراطيه وبين المجلس المركزي، وهذا الاعلان السياسي ليس بجديد، انما كانت تفاهمات سابقه كانت قبل اللي هو خروج الرئيس برهان واعتذاره بانه هو فشل في المبادره بتاعته، وهذا الاعلان تم الموافقه عليه الان من اخواننا في الكتله الديمقراطيه، وتشكلت لجنة مشتركة ثلاثية من ثلاثة من الكتلة الديمقراطية وثلاثة من المجلس المركزي، ثلاثة يمثلهم في المجلس المركزي الدكتور الهادي دريس والواثق الدرير وطه عثمان، وثلاثة يمثلهم الكتلة الديمقراطية الدكتور طنطل وردان طه واخونا معتز الفحل. هذه اللجنة هي مهمة الآن الحديث عن من هم الأطراف الذين يوقعون على الإعلان السياسي. هنالك مواقف متباينة في الموضوع المتعلق بالتوقيع على الأطراف أو الأطراف التي توقع الإعلان السياسي. أخواننا يتحدثون عن ثلاثة، ونحن نتحدث عن
عدم إخفاء، ونتحدث عن جمع الصف الوطني، وهم يتحدثون عن أشخاص ويتحدثون عن فصائل محددة. نحن تحدثنا معهم بأنه دعونا أن نجلس هذه اللجنة، ويتجلس الاجتماع الثالث بتضع في معايير. هذه المعايير يجب أن تنطبق على الكتلة الديمقراطية وتنطبق على ما أخواننا داخل المجلس المركزي. هذه اللغة لا تؤدي إلى صف وطني، ولا تؤدي إلى وفاق، ولا تؤدي إلى استقرار السودان. هذه الـ 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 المزايدات لا معنى لها. نحن في مناخ وفاقي، يجب أن نتحدث بوقائع حقائق نملك الشعب السوداني الحقيقة، وليس هنالك سبب ولا مبرر أنك تتحدث بما غير الحقيقة. إذا أردت أن تملك الشعب السوداني وأن تضلل بمعلومات غير صحيحة وغير حقيقة، إن المكشوف سوف يظهر، إذا كان اليوم ولا بكرة سوف يظهر على الملأ، يظهر على الشعب السوداني بعد ملئ. إذا رأيته في يوم من الأيام بأن الدكتور جبريل ولا الكتاب الثلاثة وقعوا على الاتفاق السياسي، أنا بقول لك أنه أنا بأكد لك تأكيد كامل شامل بأنه ليس هنالك استقرار، وليس تكون هناك كتلة ديمقراطية في الوجود. هذا الأمر محسوم يا أخي الكريم، بغض النظر من أخواننا في المؤتمر الصحفي، هم يقولون لهم الحق، يقولوا ما يقولون، يتحدثوا ما يتحدثون، ويصرح ما تصرح وما يريد أن يصرح به. هذا ليس لا يعنينا بشيء بكثيرنا، يعني لا يعنينا بشيء من بعيد ولا من قريب. نعم. إنما الذي هو ثابت وحقيقي واقع، هنالك لجنة سداسية مخونة من الأشخاص الذين ذكرتهم لك. تتحدث هذه اللجنة الآن بتتحاور حول المعايير التي يمكن أن تنطبق على الفصائل، سواء كان في المجلس المركزي أو سواء كان في الكتلة الديمقراطية الذين هم يريدون، أو سواء كان في التنسيقية الوطنية الذين يجب أن يوقعوا على هذا الإعلان السياسي. ليكون خامل شاملا ويؤدي الى حوار وطني يشمل الجميع بدون استثناء. هذا هو الحقيقه الماسه الان. اذا كان هناك خلاف داخل المجلس المركزي، هذا امر يعنيهم وشانهم، ليس لنا به 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 شان كبير. طيب، يعني هذه نقطة مهمة جدا. أختم معك فقط بالتساؤل، هل هناك يعني اتضاح لتاريخ نهاية هذه التفاوضات حول أو المفاوضات حول الأطراف التي يمكن أن توقع إعلان سياسي؟ متى يمكن أن توقع أن يتم هذا الإعلان؟ أخي الكريم، العمل السياسي دائما وأبدا لا تستطيع أن تقول والله بتاريخ حافل، إنما العمل السياسي يقتضي هو الجدية ويقتضي المصداقية ويقتضي الإرادة السياسية الحقيقة التي يمكن تفضي إلى اتفاق، ويمكن تفضي إلى نتائج مقبولة لكل الأطراف ومقبولة للشعب السوداني بأكمله. وهذا يتحقق يمكن في ساعات، ويمكن يتحقق في شهور إذا حسب الإرادة السياسية للطرف الثاني. نحن من قبلنا نحن مصممين، نحن جادين، نحن نريد أن نحقق استقرار، نحن نريد أن نحقق تحول مدني ديمقراطي، نحن نريد أن نحقق دولة مدنية، نحن نريد أن نخلق وفاق صف وطني يشمل الجميع بدون استثناء، نحن نريد أن نبعد المقاول العسكري من المشهد السياسي. هذه مبادئنا، وتلك هي شعاراتنا التي نتحدث عنها. لا نريد أن نتحدث بمزايدات لا تغني ولا تسمي من جوا ولا تغير بالحقيقة من شيء أخي الكريم. دكتور عمر عثمان، سكرتير عام ليقول حرية وتغيير الكتلة الديمقراطية، شكرا لك على هذه المداخلة.